صباح مليء بالامل والتفاؤل والطاقه الايجابيه على حضراتكم، وبرحب بيكم حلقه جديده من هذا الصباح. زي ما اعتدنا هيكون معانا العديد من الفقرات، سواء كانت الاخبار، التقارير او حواراتنا الرئيسيه، ولكن اسمحوا لي في البدايه ان انا ارحب بزميلي عمرو عبد المجيد. صباح الخير يا ياسمين، ويومك سعيد ان شاء الله. يومك اسعد يا رب. الله يخليكي. صباح الخير مشاهدينا الكرام، يومكم سعيد ان شاء الله، يكون مليء بالامل والعمل، وان شاء الله فقرات متنوعه تفوز رضا حضراتكم النهارده. نحاول نتكلم في بعض الموضوعات المهمه باذن الله. اهم الموضوعات الحقيقه وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى العاصمه الصينيه بكين، وده تلبيه لدعوه من الرئيس الصيني شي جين بانج في مستهل زياره لدوله الصين. تتضمن هذه الزياره عقد مباحثات قمه ما بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ، ولقاءات مع كبار قيادات الدوله الصينيه، حيث سيتم مناقشه اوجه تعزيز العلاقات الثنائيه وفتح افاق اوسع للتعاون في مختلف المجالات. كمان بتشمل المباحثات مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب في غزة، وكذلك سبل استعادة الاستقرار في المنطقة. من المقرر أن بيلتقي الرئيس السيسي برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، بيتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر. وبتتضمن الزيارة أيضا حضور الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني اللي بيعقد يوم 30 من مايو الجاري بمشاركة الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب. وللمزيد من المتابعة معنا من بكين موفد نيل الأخبار علاء رشوان. علاء صباح الخير عليك أولا. صباح الخير ياسمين، وصباح الخير عمرو، صباح الخير على كل مشاهدي هذا الصباح على شاشة النيل الأخبار. يا ريت تطلعنا أكثر عن هذه الزيارة، برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا في بكين في الصين. نعم، الزيارة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وصول سيادته منذ نحو الساعة إلى العاصمة الصينية بكين تأتي كسابع زيارة هامة يقوم بها السيد الرئيس منذ تولي مهام مقاليد الحكم في عام 2014، وأيضا سوف تشهد عقد اللقاء الثامن بين سيادته وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ، ما يعكس قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين القاهرة وبكين على كل الأصعدة. زيارة السيد الرئيس تحمل عدد كبير من القضايا والموضوعات التي سوف تكون مطروحة في خلال هذه الزيارة الهامة، سواء فيما يتعلق منها بالشق الثنائي الذي يجمع بين القاهرة وبكين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، أو فيما يتعلق بحضور السيد الرئيس للجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، وهو من أهم آليات التعاون بين الجانبين العربي والصيني. هذا المنتدى يحتفل بمرور 10 سنوات منذ تدشينه في عام 2014 على هامش زيارة الرئيس الصيني السابق هو جين تاو إلى مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. هذه الزيارة كما تحدثنا زيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات. ربما عدد كبير من اللقاءات التي سوف يعقدها السيد الرئيس في مقدمتها قمة مصرية صينية ثنائية سوف يستقبل خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى زيارته إلى مقر القصر الجمهوري قصر الشعب وسط العاصمة بكين، وأيضا سوف يقوم خلالها السيد الرئيس بزيارة النصب التذكاري كأحد أهم معالم الزيارة على الجانب البروتوكولي. أيضا خلال هذه الزيارة على صعيد الشق الثنائي سوف يقوم السيد الرئيس باستقبال عدد كبير من رؤساء مجالس كبريات الشركات الصينية العاملة في عدد كبير من القطاعات سواء في مصر أو أخرى تعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات في عدد من المجالات مع الجانب المصري. لقاء هام ينتظره رموز وقادة مجتمع المال والأعمال في الجانب الصيني لما يلقوه من مؤشرات على نمو متسارع للاقتصاد المصري في عدد كبير من القطاعات. نتحدث عن قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، قطاع الغاز والنفط والبترول، قطاع الإنشاءات والنقل الذكي والكهرباء وغيرها من هذه القطاعات. ياسمين، حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، نتحدث عن ميزان تجاري متبادل بين البلدين يناهز 19 مليار دولار. مصر هي أكبر ثالث شريك تجاري للصين في القارة الإفريقية. عدد كبير من الاستثمارات الصينية في مصر توفر أكثر من 40,000 فرصة عمل مباشرة للشباب المصري. هناك تطلع من الجانب الصيني لضخ مزيد من الاستثمارات خاصة فيما يتعلق بقطاع اللوجستيك.
اللوجستيات وقطاع تطوير الموانئ، بالإضافة إلى قطاعات أخرى، نتحدث عن قطاعات السياحة والدواء والتصنيع الغذائي وأيضا الزراعة وغيرها من هذه القطاعات. لذا هذه الزيارة تعكس أولا نمو متسارع للاقتصاد الوطني المصري يلقى إشادات من الجانب الصيني، وثانيا اهتمام من الجانب الصيني بتعظيم الاستثمارات الصينية في داخل السوق المصرية، بالإضافة أيضا إلى اهتمام الجانب الصيني باستثمار البوابة المصرية كأحد أهم البوابات لنفاذ الصادرات الصينية إلى المنطقة العربية وأيضا إلى القارة الإفريقية بشكل أوسع. هذه الزيارة أيضا تدشن لصفحة جديدة من العلاقات بين القاهرة وبكين، خاصة على صعيد التنسيق والتشاور بين العاصمتين فيما يتعلق بمستجدات القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها الأوضاع في غزة، والتي سوف تشهد اهتماما كبيرا من الجانبين خلال هذه الزيارة، بالنظر إلى المواقف الصينية الداعمة للحقوق العربية والتحركات الدبلوماسية والسياسية العربية فيما يتعلق بهذه القضية تحديدا، وأيضا عدد آخر من القضايا التي تلقى اهتماما من الجانبين المصري والصيني. نتحدثون عن إصلاح آليات عمل الأمم المتحدة وغيرها في عالم يشهد استقطاب للقوى الإقليمية والدولية، ويشهد أيضا صراعات حول مد النفوذ فيما يتعلق بالقضايا الدولية والعالمية. هناك أيضا تقارب كبير بين وجهتي النظر المصرية والصينية حيال عدد آخر من المستجدات في المنطقة، سواء ما يتعلق بالتعاون بين الجانبين في إطار مكافحة الإرهاب، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، وغيرها من القضايا التي تلقى اهتمام كل من القاهرة وبكين. على الجانب الآخر نتحدث عن الشق الثاني من هذه الزيارة الهامة، كما أشرنا حضور السيد الرئيس لافتتاح الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. هذه هي الآلية الأهم بين الجانبين العربي والصيني، بالنظر إلى الاهتمام المتزايد من الجانب الصيني بالمنطقة العربية خاصة على الصعيد الاقتصادي، وفي إطار مبادرة الصين الحزام والطريق التي يشارك فيها الجانب المصري بمنتهى الفعالية، بالإضافة أيضا إلى دول وأطراف عربية أخرى. هذه المبادرة الهامة التي تلقى اهتمام من الجانب العربي استثمارا للموقع للدول العربية المتميزة الذي يربط بين قارات العالم، وأيضا استثمارا للثروات الطبيعية التي تتمتع بها أغلب الدول العربية، فيما يخدم هذه المبادرة ويعود بالنفع على الجانبين العربي والصيني. وأيضا تشهد هذه العام أو يشهد هذا العام مرور 10 سنوات منذ تدشين هذه الآلية. سوف يكون خلال هذه الاجتماعات الوزارية تقييم لما تم إنجازه وتحقيقه طوال 10 سنوات الماضية، واستشراف لمستقبل هذه الآلية الهامة التي تجمع بين الجانبين العربي والصيني. نعم ياسمين، أشكرك شكرا جزيلا مفد النيل الأخبار علاء رشوان، وأكيد طبعا هنكون متابعين معاك على مدار اليوم هذه الزيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين. هي زيارة مهمة جدا ياسمين، وطبعا بتشتمل على زيارة دولة، زيارة الصين، وكمان المؤتمر الخاص بالمؤتمر العربي الصيني من أهم المؤتمرات حقيقة. تعقد اجتماعات مهمة جدا على هامش القمة، أكيد هيبقى في متابعات ويبقى في تعاون مثمر جدا مع الصين خلال الفترة القادمة. عندنا موضوع ايه النهارده بقى ياسمين؟ عندنا موضوع حلو قوي عن اليوم العالمي لصحه المراه، ده المفروض بيبقى يوم 28/6. حابين نتكلم عن ابرز او اهم 10 امراض دايما بيصيبوا المراه عن الرجل. يعني كلمه 10 امراض للمراه، 10 امراض للمراه بيجوا المراه اكتر من الرجل. انت ماشي، لا حظك حلو حظنا حلو كده. للأسف الشديد هي طبعا اكيد هي فقره مهمه جدا، ولكن هي فقره مش سهله، واحنا هنتكلم عن سبل الوقايه كمان انها ياسمين، والاعتبارات لازم تاخد دايما في الاعتبار بالنسبه للمراه الحقيقه. في بعض الحاجات اكيد هنعرفها في الفقره دي، تكون فقره مهمه جدا وفقره توعويه كمان، ان يعني 10 امراض حاجه كثيره جدا لازم ناخد بالنا منها. لكن كمان عندنا موضوع مهم جدا، هي زياره السيد رئيس الوزراء لمركز ابداع للالكترونيات، وده مجهز باحدث الانظمه العامله والمعامل، وبيلتقي معظم الشركات العامله في هذا المجال. كانت بالامس الزياره دي، وزياره تفقديه مهمه جدا، وشايفين الحقيقه في حراك مهم للسيد رئيس الوزراء خلال الفتره الماضيه للوقوف على اخر المستجدات في مجال التصنيع بالذات، عشان يكون عندنا مجالات جديده بتفتح وايدي عامله، وكمان ده اكيد كله هيصب في الدخل القومي المصري. غير ان كمان الثلاث معامل دول يا عمرو في مجمع الالكترونيات بيشهدوا من اول الفكره خالص لحد كيفيه تصنيع مختلف، وده الحقيقه موضوع بيفتح
يعني افاق جديده ياسمين، لو اتكلمنا كذا مره في الاشياء الخاصه بالتكنولوجيا والملكيه الفكريه وتصنيعها مصر بالتكنولوجيا بالظبط. الحقيقه احنا داخلين وبقوه في المجال ده ياسمين، هنتكلم طبعا بتفاصيل اكتر في اكتر، ولكن عندنا كمان فقرات كتير قوي في هذا الصباح. انتظرونا بعد فاصل قصير وهبدا معاكم باهم هذه الاخبار. فاصل قصير وياسمين هجي لكم ان شاء الله باقه مختاره من الاخبار، ابقوا معنا. واشكر كل اهالي سينا وبقول لهم الاسر اللي قدمت ابنائها وضحت من ابناء سينا واللي عانوا واللي خسروا ابناء نتيجه العمليات اللي بتتم دول، عزقنا ان كان التمن ده هو تمن التخلص من افه موجوده. صدقوني كان الهدف منها انها تفقد الدوله المصريه هذا الجزء العزيز من ارضنا. اتمنى ان احنا التنميه وزي ما بقول كده خطتنا خطه مش متواضعه، حاجه تليق اولا بابناء سينا وتليق بمصر. الناس كتير برضو ده مهم قوي ان انا اقوله دلوقتي، مستغربه ان احنا بنعمل عمليه توسعه للميناء عشان نبقى النهارده بنعمل ميناء عالمي في المكان ده. الحذر مستمر والحرص مستمر من كل الاجهزه، وابدا ابدا لا تغمض عين ولا جفن. مرة تانية في هذا الصباح جه معاد فقرة الأخبار، هذه الأخبار سواء كانت هنا في مصر في العالم العربي أو حول العالم. أول خبر معايا عن التغذية السليمة، الحقيقة أن مش ناس كتير قوي تعرف إزاي يعني تاكل أكل سليم وأكل صحي، أكل أكيد هينعكس بشكل كبير جدا طبعا على جسمهم وعلى صحتهم. بيعتقد خبراء التغذية أن اعتماد نظام غذائي قائم على مواد بتفتقر للعناصر الغذائية وبتحتوي على سعرات حرارية فارغة قد يؤدي إلى تسريع ظهور علامات الشيخوخة وبيتسبب في ظهور أمراض زي مقاومة الأنسولين أو الضيق المزمن. بيوضح خبراء التغذية أن من بين العناصر الغذائية الفقيرة اللي بتسرع الشيخوخة هي رقائق البطاطس أو الدونتس أو البطاطس المقلية والمشروبات الغازية، كما أن الألياف والجلوتين والوجبات السريعة ليها تأثير سلبي أيضا على الجسم، خاصة لو كان في هناك أي تشوهات في الجهاز الهضمي. أكد أيضا خبراء التغذية أن الأمراض اللي قد تؤدي إلى سوء التغذية متنوعة للغاية، ومنها اللي بتساهم في تسريع الشيخوخة. عايزين نعرف تفاصيل اكتر، اكيد عندنا اسئله كتير طبعا عن هذا الموضوع، وهيكون معايا دكتور اسماء زين العابدين خبيره التغذيه العلاجيه. صباح الخير على حضرتك. صباح النور ياسمين، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. طبعا انا يمكن قريت دلوقتي في الخبر ان الالياف مثلا لو هي حد بيتناولها وعنده مشكله في الجهاز الهضمي ايضا ممكن تكون مضره جدا، مع ان الالياف لو بنقرا عنها هي المفروض من الحاجات الصحيه المتعارف عليها. فانا عايزه ابدا مع حضرتك طبعا بالسؤال ده قبل ما يعني استطرد بقى الحوار عن امراض الشيخوخه.
هي عموما الألياف مهمة جدا في بناء الجهاز الهضمي وفي تكوين الميكروبيوم الموجودة في الجهاز الهضمي، مفيدة جدا جدا جدا، بتمنع الإمساك، بتحسن من عملية الهضم. بس في ناس في حالات صحية فعلا ممنوعة من الألياف أو لازم يقللوا الألياف جدا، دي بتكون طبعا باستشارة طبيب. الحالات زي في أمراض زي الكرونز ديزيز والألسيريتيف كولايتس، دي بتكون أمراض في القولون، بيكون في زي التهاب شديد قوي في جدار القولون وبتكون اكتر مناعيه، فالدكتور بيمنع الالياف عنهم لانها بتخلي الحاله أسوأ من الاول، لكن ان جنرال الالياف طبعا مفيده. طب دكتور، في اكلات بتحاول يعني بقدر الامكان ممكن تساعد على هي تقلل امراض الشيخوخه، واكلات تانية ممكن تسرع من امراض طبعا الشيخوخه؟ طبعا طبعا. بص هقول لحضرتك، انا اعتقد ان الناس كلها عارفه تاكل ايه وما تاكلش ايه، بس مش بنعمل كده. فانا حبيت ان ابدا ان انا اقول ازاي بس بيحصل الشيخوخه من الاكل، عشان الناس ممكن لما يزيد الاويرنس او الوعي عندهم يعرفوا يمانج الموضوع شويه. الشيخوخه بتحصل بثلاث كيميكال رياكشنز او ثلاث تفاعلات كيميائيه، حاجه اسمها اوكسيديشن، جلايكيشن، وانفلاميشن. هقولها بكمه البساطه. الاوكسيديشن دي بتحصل اما احنا بنقلي اكلنا في زيت درجه حرارته عاليه وزيوت نباتيه، بيحصل اكسده بالظبط، فبتطلع الفري راديكلز او الشوارد الحره اللي هي بقى بتعمل لنا كل المشاكل. الشوارد الحره دي من اسمها حتى شاذه، بتبتدي بقى تعمل اكسده في الجسم. احنا بنتكلم النهارده عن الشيخوخه وعن الجلد، بتبتدي تاثر على الالاستين والكولاجين بتاع البشره اللي هم اصلا بيدونا نضاره، هي بقى بتعمل العكس، تعمل تلف فيهم، تعمل دي هايدريشن او قله ترطيب، فبنبان ان احنا شكلنا اكبر. فالحاجات دي كده احنا كده خدنا مجموعه كبيره اللي هي المقليات والزيوت النباتيه المهدره. اوكي. تاني حاجه الجلايكيشن، ايه برضو ببساطه شديده جدا، ان السكر بيمسك في البروتين في الجسم. يبتدي يحصل حاجه اسمها جلايكيشن، حسب بقى البروتين مكانه فين بيحصل المشكله في المكان ده. الكولاجين والالاستين نوع من انواع البروتينات اللي موجوده في الجسم. فبيبتدي السكر يمسك في الكولاجين والالاستين، بيعمل تلف ليه، فبيزود الرينكلز ويزود الشيخوخه. فاحنا كده خدنا مجموعه اللي هي السكريات والدوناتس والمعجنات والفطاير، الاكسس منها عشان برضو ما نبقاش مثاليين قوي ونمنع كل الاكل، الزياده منها لازم الاعتدال، الافراط فيها او الافراط في تناولها، يعني الواحد يبقى معتدل في اكله ويحاول يقللها بقدر الامكان. بالظبط. ثالث عمليه بتعمل الشيخوخه من التغذيه اللي هو الالتهابات، ودي بتحصل منين؟ من السبايكس اوف شوجرز الكتير او السكر. احنا بناخد سكر بيطلع الانسولين، ناخد سكر يطلع الانسولين، نفضل بقى نلعب كتير بقى كده طول اليوم، السكر يطلع الانسولين يطلع الانسولين. الانسولين الكتير ده زي ما حضرتك ذكرتي في الاول ان هو بيسبب مقاومه انسولين، ده بيعمل التهابات وبيأثر على برضو الكولاجين والالاستين بتاع البشره وبيتلفهم جدا، فيزيد الرينكلز والشيخوخه على البشره. ممكن بقى نقول ناكل ايه؟ احنا قلنا اوكسيديشن وجلايكيشن وانفلاميشن، فالاوكسيديشن احنا هنعملها بالعكس، يبقى هناخد انتي اوكسيدنت او مضاد اكسده. المضاد اكسده موجود في ايه؟ موجود في زيت الزيتون، موجود في النتس، المكسرات، موجود في الدارك شوكليت، موجود لو احنا بقى الحاجات دي غاليه ومش وقتها خالص، في الالياف اللي قلناها في الاول الورقيه، طبعا لو ما عندناش مشكله في الجهاز الهضمي ممنوعين منها. الالياف بالرينبو كولر اللي هو الوان الطيف. كل ما خدتي من الوان الطيف في الالياف بيزود الانتي اوكسيدنتس فيها، خدتي كميه اكتر من الانتي اوكسيدنت. بس الاسماك اللي عموما التونه، الماكريل، الفاتس اللي هي الفاتس الصحيه برضو، دي بتحسن جدا من الاستيتي بتاعت البشره او من مرونه البشره، وبتكيب البشره هايدريتد. طبعا شرب الميه لازم حوالي 3 لتر في اليوم، ولو بنلعب رياضه بنزود 20 مللي ميه كل 20 دقيقه. بس يعني حضرتك قلتي معلومات فعلا ممكن تبقى ناس كتير، ولو انا برضو في ناس مش عارفاها، ولكن حتى لو الناس عارفاها دايما بتبقى صعب ان هي تقلل سكر او كده، يقول لك لا وانا لسه هعمل كل ده او ده صعب عليا، ولكن لما هينعكس طبعا على صحته اكيد هيستفيد بهذه المعلومات. بشكرك شكرا جزيلا. اتفضل. قلت حاجه، انا اسفه، بنزود كوبايه ميه كبيره 240 مللي ميه كل 20 دقيقه للرياضيين، او 20 مللي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أسماء زين العابدين، خبيرة التغذية العلاجية، على هذه المعلومات.
أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن عام 2024 عام سيء بشكل خاص فيما يتعلق بالطقس القاسي، ومن ذلك الفيضانات، موجات الحر في جميع أنحاء أفريقيا، والفيضانات الغزيرة في جنوب البرازيل، والجفاف في غابة الأمازون، والحرارة المرتفعة للغاية في جميع أنحاء آسيا. بيؤكد خبراء المناخ أن موجات الحر الشديدة والجفاف والفيضانات تسببت في أضرار جسيمة للصحة وفي تهديد الحياة وسبل العيش، مشيرين أيضا إلى أن هذه الظاهرة باتت أكثر احتمالا وبتتزايد قوتها بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز. ففي العام الماضي شهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية أكثر من صيف حار في 2000 سنة الماضية، وهذا العام بيتوقع أو من المتوقع أن يكون أكثر حرارة من سابقه. معنا دكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، طبعا هنستفسر منه أكثر عن هذا الخبر. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، أستاذ المشاهدين الكرام، أهلا بيكي. طيب، يعني أنا قريت خبر عن أن الطقس 2024 من أسوأ حالات الطقس اللي ممكن تعدي أو عدت على مدار السنوات اللي فاتت، عايزة أعرف يعني تفسير أكتر لهذا الموضوع. الحقيقة يعني يمكن الطقس هذا العام والعام الماضي كان طقس بالفعل من أصعب المناخ العموم أو الطقس العام على مستوى العالم، وذلك بسبب ظاهرة بتحدث كل من 4 إلى 7 سنوات وهي ظاهرة النينو. والنينو مشتغل معانا من السنة الماضية، والنينو بيقعد تقريبا حوالي 8 شهور، بيبدأ في شهر 12 وبينتهي في شهر مثلا 7 أو 8 من العام الذي يليه. النينو ده إن المياه اللي فيه عند المحيط الهندي في استراليا بتدفى، يعني السطح بتاعها بيسخن، فتنتقل هذه المياه الى حضرتك زي ما اتفضلت في التقرير الى البرازيل. ففي هذه الرحله الطويله بتتبخر كميات هائله من الميه نتيجه دفء الميه، وبالتالي بيحدث سيول كثيره جدا في مناطق عده من العالم وخاصه في البرازيل وغيرها، وجفاف وحراره شديده في احيانا اوروبا واسيا ومنطقه القاره الافريقيه. وبالتالي نحن نقول هذا العام والعام الماضي الحرارة تكون عالية بسبب هذه الظاهرة. ده بالإضافة إلى الظاهرة الأكثر يعني انتشارا هذا العام، وهي تغير المناخ طبعا اللي هو الطبيعي اللي بيحدث بمعدلات عليه. فتزامن التغير المناخ مع تزامن النينو هو ده اللي مأثر 23-24 على طقس العالم وعلى المناخ في العالم، وده اللي بيسبب لنا أو بيفصل لنا ليه الحرارة شديدة العام أو العام السابق. طيب، في إجراءات عالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، هل ممكن ده يحدث سيطرة على هذه التغيرات اللي بتحصل؟ الحقيقة هو يعني عشان العالم يتحرك احنا عندنا أكتر من استراتيجية. الاستراتيجية الأولى هي استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ومنع استخدام الوقود الأحفوري بكافة صوره، سواء كان البترول أو كان الفحم. ده لازم العالم يتجه إلى هذا، وأنا أتصور ولأول مرة يمكن في كوب 28 الماضي اتفق العالم، كان هناك اتفاق منذ كوب يعني منذ كوب 15 في باريس 2015 اللي قالوا فيه انه احنا هنوقف استخدام الفحم او على الاقل نقلل من استخدام الفحم، ولاول مره في كوب 28 يتكلموا على تقليل استخدام ايضا البترول كاحد المصادر او النفط كاحد المصادر المسببه للتلوث اللي بيؤدي الى تغير المناخ. هي دي الاستراتيجيه الاولى او الفكره الاولى، ويتجه العالم الى الطاقه الجديده والمتجدده من طاقه رياح وطاقه شمسيه وطاقه هيدروجين اخضر. الاستراتيجيه الثانيه العمل على زياده معدلات الغابات وليس نقصها كما يحدث الان. النهارده في قطع غابات شديد جدا بيؤدي الى التصحر، ايضا في حرائق غابات نتيجه الطقس الشديد الحراره. وبالتالي لابد ان العالم بيتجه الان الى استراتيجيه تزويد واعاده تشجير مناطق جديده في العالم ووضع السياجات علشان يقدر ان هو يحسن من، لان النبات والغابات هي الرئه اللي بتمتص ثاني اكسيد الكربون وبتطلع اكسجين، وبالتالي دي الاستراتيجيه الثانيه، بالاضافه طبعا الى الاقتصاد الاخضر، بالاضافه للاستثمارات الخضراء، بالاضافه للنقل المستدام. واتصور ان يمكن مصر ماشيه في هذا الملف بشكل كويس جدا، بالنسبه مع ان مصر لا تمثل بالنسبه لتغير المناخ والانبعاثات باكثر من 7%، ولكن لديها الحقيقه ملف هايل جدا في، واستراتيجيه مصر 2050 لتغير المناخ
بتأكد على من خلال 5 أهداف على ان احنا إعادة التخفيف والتكيف والاقتصاد الأخضر وغيره من الأهداف التي تسعى مصر إلى تحقيقها من خلال هذه الاستراتيجية. الحقيقة الدول الأفريقية مع أنها يعني بتشارك في هذه المشكلة بنسبة ضئيلة جدا، ولكنها أكثر الدول المتأثرة طبعا بهذه المشكلة المناخية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ دراسات البيئية، على هذه المعلومات. الحقيقة ان الخبر اللي جاي بيعكس قد ايه الشعب الفلسطيني شعب عنده إرادة، شعب متشبث بالحياة بشكل كبير على الرغم من كل المشاكل وكل الكوارث اللي بتحصل دلوقتي في غزة وفي فلسطين. رغم الظروف المريرة اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني فانه ما زال متشبث بالامل وبيطلب العلم حتى داخل خيام النازحين اللي بتفتقر لابسط ظروف المعيشة، حيث حرص الباحث تامر صلاح ابو موسى على مناقشة رسالة الماجستير داخل إحدى الخيم بما تيسر له من إمكانات. بيقول الباحث الفلسطيني المتخصص في علم النفس أنه رغم الدمار والصعاب والحصار أقدم على مناقشة الماجستير ليتعالى على الجراح والألام وأيضا لتحقيق طموحاته، وأنه أيضا على الرغم من تدمير القوات الإسرائيلية للجامعات فإن الرسالة العلمية باقية. بيأمل الباحث تامر صلاح أن يلتحق بالدكتوراه في مجال علم النفس كي يسخر علمه لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني وأيضا للتخفيف من آلامه ومعاناته. يعني احنا شفنا في العيد حتى الخيم كانوا بيعملوا فيها الكحك وبيحاولوا بقدر الإمكان ان هم يبقى في عندهم مظاهر الاحتفال رغم المعاناة الكبيرة اللي هم بيعانوا منها. شفنا دلوقتي الباحث تامر اللي مصمم ان هو يعمل رسالة ماجستير رغم كل يعني المشاكل اللي بيمروا بيها والأوضاع الإنسانية للأسف الشديد طبعا يعني في أقل إمكانياتها. فبصراحة التشبث بالحياة هو يعني تامر بيدي مثال كبير لأي واحد ما عندوش مثل هذه المشكلات ان هو بالعكس ان هو يبقى متشبث بالحياة ويحاول يحقق حلم دي زي ما تامر بالضبط بيعمل دلوقتي في هذه الخيام. خلينا ننتقل لخبر آخر، حيث قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا إن تقارير الواردة عن شن هجمات على عائلات بتسعى لملاذ في رفح في الطرف الجنوبي من قطاع غزة مروعة، مشيرة إلى أن نصف سكان غزة باتوا في الشوارع. من جهته قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة إن نظام الرعاية الصحية في غزة عاجز عن التعامل مع الوضع بمدينة رفح، مشيرا إلى أنه توجد حاجة لاتباع القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني. كان الطيران الإسرائيلي قد قصف ليلة الأحد الماضي منطقة مكتظة بالنازحين في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين. خلينا نعود مرة أخرى إلى الخبر اللي فات عن الباحث تامر اللي رغم كل الصعوبات اللي بتمر بيها فلسطين ولكنه أيضا بيعمل رسالة الماجستير في الخيام. معايا على الهاتف دكتور عماد الكحلوت وهو أستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر في غزة. صباح الخير على حضرتك بعد التحية أولا. يعني طبعا بعض المنظمات الحقوقية طلبت قبل أيام بإعلان المجاعة رسميا في يعني قطاع غزة، مشاكل كبيرة جدا بيعاني منها هذا القطاع، ولكن على الرغم من كل هذه المشاكل شعب غزة وشعب فلسطين متشبث بالحياة بشكل كبير. تعليق حضرتك طبعا على هذا الخبر، يعني خبر زي ده بصراحة يلهم الكثيرين. صباح الخير يا فندم. صباح الخير لمصر وكل شعوبنا العربية. أهلا بحضرتك. مشكورين على هذه المداخلة. حقيقة مناقشة الماجستير تعتبر عمل أساسي عملنا الجامعي، والطالب أنجز الرسالة بتاعته قبل الحرب وأثناء الحرب، وعملت دراسات العليا في الجامعة وكلية التربية هيئة الظروف لأي طالب مثل تامر أنه يناقش أثناء الحرب أو أثناء الظروف الاستثنائية اللي بيمر فيها شعبنا وهي الحرب على غزة.
الآن ظروف مناقشة الماجستير يفترض أنها تمر ببروتوكول إداري وبعض التجهيزات الفنية والإدارية وتهيئة القاعات المناسبة لمناقشة الماجستير أو لمثل هذا الحدث العلمي، إلا أنه نحن نعيش الآن ظرف استثنائي، مهجرين نازحين من بيوتنا، بيوتنا مدمرة، حتى المؤسسات التعليمية أيضا أصبحت جميعها ومنها جامعة الأزهر من أوائل المؤسسات التي دمرت وقصفت وأصبحت المباني غير قابلة للعمل أو لا نستطيع العمل من خلال المباني، وبسبب ظرف الحرب أيضا لا نستطيع الوصول إلى مباني الجامعة. بالتالي في ظل الإجراءات التي أتيحت لمناقشة الطالب قمنا بتجهيزات بسيطة في أحد مخيمات النزوح داخل خيمة، يعني يمكن هذه إحدى الخيام التي يسكنها بعض النازحين أو شبيهة بها داخل خيمة، وتم مناقشة الطالب في الخيمة في أحد مخيمات النزوح في مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. طيب ردود الأفعال طبعا لما أي حد يسمع حاجة زي دي بره غزة أو بره فلسطين هينبهر بشكل كبير جدا، إزاي حد يبقى متشبث بالعلم ومتشبث بالحياة يعني حتى على الرغم من كل المشاكل اللي بتحصل في غزة، ردود الأفعال داخل الخيم كانت عاملة إزاي؟ سواء كان من الأطفال الصغيرين اللي شايفين إن هو مصمم إن هو يعمل رسالة الماجستير. نعم نختصر الحدث بأنه فرحة في ظل الألم، وأرجع بحضرتك لأنه إحنا شعب محتل منذ العام 1948 ولسنا هذه الحرب الأولى التي نتعرض لها، وكانت العملية التعليمية وجميع الحياة التعليم والصحة وكل مناحي الحياة مستمرة. نحن شعب نحب الحياة ونستمر بالحياة، والتعليم هو ركن أساس من أركان الحياة في الوقت الحالي أو في الوقت المعاصر. كل التحية لحضرتك وكل التحية لتامر صلاح أبو موسى وتحية للشعب الفلسطيني كله. أنا بشكر طبعا حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. في إطار التوأمة أو اتفاقيات التوأمة اللي بتعقدها مدينة شرم الشيخ مع العديد من المدن العالمية، التقى محافظ جنوب سيناء خالد فودة وسفيرة رومانيا لدى مصر لاستعراض اتفاقية التوأمة ما بين مدينة شرم الشيخ ومدينة سينايا الرومانية. هنشوف تفاصيل أكتر في هذا التقرير. بهدف تفعيل علاقات التعاون بين مصر ورومانيا في مختلف المجالات، التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وسفيرة رومانيا لدى مصر أوليفيا تودريان، حيث تم استعراض مجالات التعاون المشترك بين محافظة جنوب سيناء والمدن الرومانية المختلفة، كما تم التطرق إلى تفعيل بروتوكول التوأمة والشراكة بين مدينة شرم الشيخ ومدينة سينايا برومانيا لدعم التبادل السياحي والثقافي بين كلا البلدين. جاية تطمن على السياح الرومانيين، عندنا السنة اللي فاتت كان عندنا حوالي 185 ألف روماني مش في شرم الشيخ، في مصر كلها. النهارده هيجي تطمن، عايزة تشوف ثلاث حاجات. أنا عندي مضمار هيجن عالمي عامل فيه ختامي حاليا، إن شاء الله بكرة هي هتزور هذا المضمار وتحضر شوط من أشواط الهيجن. بعد كده هي هتشوف إنه سيف في شرم الشيخ الخمس نجوم الكبيرة اللي عندنا هي عايزة تشوفها. بعد كده هتشوف جامعة الملك سلمان، وثم هتنطلق تبص على الفنادق تشوف الرعاة أو السياح الرومانيين. يعني هي زيارة يعني عشان يعني تتأكد من الأمن وتتأكد من السياح وتتأكد من انتظام العمل. طبعا هي واثقة جدا في المحافظة، واثقة جدا فينا. سفيرة رومانيا لدى مصر أشادت بالنهضة السياحية التي تشهدها محافظة جنوب سيناء، معربة عن تطلع بلادها إلى المزيد من التعاون في مجالات عدة. هذه هي أول زيارة عمل لي خارج القاهرة، وأردت أن أستعرض مع محافظ جنوب سيناء مجالات التعاون السياحي بين مصر ورومانيا. الآلاف من السائحين الرومانيين يزورون شرم الشيخ سنويا ونعمل على زيادتها. السبب الثاني لزيارتي هو أننا نرغب في إثراء مجالات التعاون بين مدينة سينايا برومانيا ومدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وذلك في إطار اتفاقية التوأمة بينهما.
نتطلع إلى جعل الشراكة بيننا أن يكون لها عائد اقتصادي، لذا نرغب في تفعيل التعاون في مجال السياحة الصحية، خاصة أن مصر لديها خبرة في هذا المجال. تفعيل اتفاقية التوأمة بين مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ومدينة سينايا برومانيا، بحيث لا تقتصر على المجال السياحي فقط بل تمتد لتشمل المجال التعليمي والثقافي إضافة إلى المجالات الرياضية. من مدينة شرم الشيخ لا موافي النيل للأخبار. كشف تقرير حديث عن ما يعرف بمساعد الذكاء الاصطناعي وهو روبوت تم شخصنته وتخصيصه، فهو من المفترض أن يساعد في العمل وأن يقيم اتصالات أو يتواصل على نحو أفضل ويتفاعل مع العالم الرقمي نيابة عنك. أشار التقرير إلى أن هذا النوع من المنتجات خطف الأضواء مؤخرا من بين موجة من تطورات الذكاء الاصطناعي الجديدة من جوجل وقسمها وقسمها الخاص بالذكاء الاصطناعي المسمى بديب مايند إلى جانب أوبن أي آي المدعوم من مايكروسوفت. وقال التقرير إنما يعني بينما كانت نماذج المساعد الذكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي في التدريب منذ قرابة العقد، فإن أحداث التطورات بتسمح بمزيد من التفاعلات الصوتية الأكثر سلاسة وسرعة إلى جانب مستويات أرقى من الفهم، وذلك بفضل النماذج اللغوية الكبرى التي تدعم نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. معايا دكتور أشرف بني خبير تكنولوجيا المعلومات، نتعرف منه أكثر على هذا الخبر. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليك ستين. أهلا بحضرتك، صباح الخير. أهم الأعمال اللي يمكن أن يساعد الإنسان فيها المساعد الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لسه كنت بقرأ بعض المعلومات عنه، ولكن إزاي يقدر يساعد الإنسان؟ أولا صباح الخير عليك وعلى جميع المشاهدين مرة ثانية. هلا في خلينا نحكي مجموعة من الأنواع بتضمنوا، يعني زي ما تفضلتي هو عبارة عن برامج حاسوبية بتقدر يعني قادرة على التعلم وتطوير خلينا نحكي خدمات مخصصة للأشخاص. هاي بتتضمن مثلا الكتابة، يعني بشكل أساسي خمس أنواع رئيسية: المساعدة في الكتابة، المساعدة في البرمجة، المساعدة في الجدولة خلينا نحكي الاجتماعات، المساعدة في المبيعات، والمساعد الشخصي المخصص بناء على المعلومات اللي بيأخذها من الشخص. هذولا يعني خمس أنواع أساسية اليوم عم بتساعد الأفراد إنهم ينتجوا بشكل أفضل. أبسط مثال عليها زي ما يعني بتعرفي حضرتك اليوم السيري أو المساعدات الصوتية الموجودة معنا اليوم على موبايلاتنا، تقريبا بنحكي عن 97% من الموبايلات اليوم مدعومة بمساعدات شخصية صوتية بتقدم خلينا نحكي خدمات للأفراد بناء على التعرف على الأصوات وبناء على كيف التصرف تبعه، كيف حياته، كيف بتمشي. وهذولا 97% من الأجهزة الموجودة اليوم بين إيدينا فيها خلينا نحكي ذكاء اصطناعي مخصص لمساعدة الأفراد. هو في أي وقت عايز أسألها عن حاجة، عايز أعمل سيرتش على حاجة على جوجل، أي حاجة طبعا بترد على طول. إلى أي مدى حضرتك شايف الذكاء الاصطناعي تطور بشكل كبير على مدار الفترة اللي فاتت؟ بجوز يعني خلينا نحكي بالسنوات زي ما تفضلتي بالعقد الأخير من السنوات، الاستثمار اللي تم والتطور التكنولوجي اللي تم في بناء الخوارزميات خلينا نحكي المتقدمة اللي ووجود حجم كبير من البيانات ساعد في تقديم خلينا نحكي أو تقدم الذكاء الاصطناعي بشكل عام. الاستثمار اللي عم بيصير اليوم في الذكاء الاصطناعي، احنا بنحكي اليوم عن أكثر من 110 مليار بس في الفترة الأخيرة تم استثمارهم في شركات الذكاء الاصطناعي الجديد، الستارت ابس أو الناشئة خلينا نحكي. وهذا الرقم بس يعني الرقم ده فين بالضبط الرقم ده؟ هذا عالميا على العالم، على مستوى العالم كله. نعم أوكي. صحيح، ومتوقع انه يوصل حجم الاستثمار في الـ 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 في ادوات الذكاء الاصطناعي لل 27 حوالي 400 مليار. فالضخ والحجم الكبير من التمويل الذي اليوم اللي بتاخده الشركات الذكاء الاصطناعي اليوم عم تستحوذ على اكثر من 27% من الاستثمارات المغامره اللي بتصير في الولايات المتحده تحديدا. بالرغم من انه على سبيل المثال الصين اليوم عندهم خلينا نحكي استثمارات هائله لتطوير ادوات الذكاء الاصطناعي اللي تقدر يعني خلال فتره معينه تلحق وتتقدم على اللي عم بيصير في العالم. تمام، بشكرك شكرا جزيلا دكتور اشرف بني خبير تكنولوجيا المعلومات، شرفتنا من الاردن، بشكرك شكرا جزيلا.
انطلقت ليلة جديدة من ليالي المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية على مسرح سور القاهرة الشمالي. الحفل تضمن فقرات متنوعة للسيرك القومي وفرقة رضا للفنون الشعبية وأيضا فرقة هندية. تعالوا نتابع مع بعض تفاصيل أكتر في هذا التقرير. بمشاركة أكثر من 30 فرقة من فرق وزارة الثقافة إلى جانب فرق من مختلف دول العالم، يواصل المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية فعالياته على مسرح سور القاهرة الشمالي. مهرجان الطبول كل سنة بيبقى مختلف عن السنة اللي قبلها، الفرق بتزيد، الدول المشاركة بتزيد، هو طبعا مهرجان دولي ففي فرق من بره مصر كتير، فاحنا بنتعرف على بعض ده أولا، ثانيا بنتعرف على بعض بالمزيكا، يعني حتى لو احنا مش عارفين نتواصل حتى باللغة بنتعرف على بعض بالمزيكا بالطبول. الدورة الرابعة على التوالي اللي بنشارك فيها، احنا بنستنى الحدث من السنة للسنة، يعني بيبقى حاجة طبعا مفرحة جدا، وكفاية تفاعل الناس وكمية الجمهور اللي بتحضر دي حاجة بتبقى غير مسبوقة بالنسبة لنا، ان احنا بنستنى نقابلهم من السنة للسنة. وما بين فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة الفلكلورية للهند قضى الجمهور ليلة فنية ممتعة. طبعا ليا الشرف المشاركة، دي مش أول مرة، أول مرة شاركنا 2019 في شارع المعز، كنت فخورة قوي بالمشاركة، بحب قوي الجمهور هنا، كل فئات الشعب بيتفاعلوا معانا وببقى سعيدة لسعادتهم. طبعا فنان السيرك عامة بيبقى مبسوط دايما بيكون في إقبال جماهيري كتير، بيشتغل بحماس يعني طبيعي يعني. طبعا ببقى فرحان، بيزيدنا سعادة، وطبعا زي ما انت عارفة لكل سنة يبقى فيه جديد، فده بيحمسنا على مشاركتنا في المهرجان. ما شاء الله النهارده يعني بتحس ان في جو ممتع جدا، في ابداع للمكان، مهرجان للاطفال وللكبار، يعني تحس في فرحه، يعني احتفال حلو وحاجه جميله يعني وحاجه مختلفه، واحنا بنيجي كل سنه واختلاف ثقافات وبتيجي كل الدول هنا بتعمل حفلات فاحنا بنيجي على طول. يذكر ان شخصية المهرجان في نسخته 11 هو المطرب الشعبي محمد طه، ويتم عروض المهرجان في عدة مناطق من بينها مسرح السور الشمالي وقصر الامير طاز ومسرح الهناجر وبيت السناري بالسيدة زينب. وسط إقبال جماهيري كبير تتواصل فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في نسخته 11 بمشاركة متميزة لأكثر من 30 فرقة من وزارة الثقافة المصرية إلى جانب فرق من مختلف دول العالم. من داخل مسرح سور القاهرة الشمالية أمل صبري، النيل للأخبار. خلينا نعود مرة أخرى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا، واللي قالت أن تقارير الواردة عن شن هجمات على عائلات تسعى لملاذ في رفح في الطرف الجنوبي من قطاع غزة مروعة، مشيرة إلى أن نصف سكان غزة باتوا في الشوارع. من جهته قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، قال أن نظام الرعاية الصحية في غزة عاجزة عن التعامل مع الوضع بمدينة رفح، مشيرا إلى أنه توجد حاجة لاتباع القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني. كان الطيران الإسرائيلي قد قصف ليل الأحد الماضي منطقة مكتظة بالنازحين في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين. تنضم إلي إيناس حمدان وهي مدير مكتب الإعلام بالأونروا في غزة. صباح الخير على حضرتك. صباح النور، تحياتي لك. يعني بعض المنظمات الحقوقية طلبت في الفترة اللي فاتت إعلان، من يومين بالضبط، إعلان المجاعة في غزة، إلى أي مدى هذا بيعكس الوضع الإنساني السيء في القطاع؟ يعني ببساطة شديدة الظروف المعيشية وتحديدا فيما يتعلق الأمر بالمساعدات الإغاثية ومواد الغذاء تحديدا، بالفعل الأمور بدأت تأخذ منحى مأساوي، كون أنه الإمدادات الإغاثية بشكل عام وأهمها الغذاء لم تعد تدخل بالوتيرة المطلوبة. يعني حسب التقارير مثلا لدينا آخر الإحصائيات أنه من السادس من مايو ولحد 23 من مايو ما دخل من شاحنات تحمل مساعدات إغاثية وطبعا من ضمنها غذاء لا يتعدى 143 شاحنة، وهذا رقم أقل بكثير مما كان يدخل مثلا في اليوم الواحد إذا قارنا هذا الرقم بأول أيام من شهر مايو أو شهر أبريل، حيث كان يدخل مثلا 250 شاحنة مثلا باليوم.
بحسب ايضا تغريده امبارح اطلقها المفوض العام على منصه اكس، انه استطاعت الطواقم لدينا في غزه تفريغ حموله فقط 30 شاحنه. بالتالي الاعداد التي نتحدث عنها هزيله جدا، وهذا ينعكس بشكل سلبي جدا على الظروف على الارض. يعني هناك مواد اساسيه غذائيه بدات بالفعل تنفذ من مخازن الاونروا، وايضا النازحين يعني سكان العائلات لا تستطيع شرائها من المحال التجاريه، هذا ان توفرت، لانه الاسعار ارتفعت بشكل مهول جدا، ومعظم العائلات فقدت مصادر رزقها ولا تجد قوت يومها، يعني بالكاد تستطيع الحصول على طعامها في خلال اليوم. بالتالي بشكل او باخر يعني الظروف ماساويه، وربما لا يوجد كلمات لوصف ما يحدث، اضافه طبعا الى سيناريو الرعب والقصف المستمر والخوف من المجهول ورحلات النزوح المستمره، كل هذه تضيف معاناه وماساه جديده لحياه الغزيين. الحين الكلمات عاجزة تماما عن التعبير عن أي حاجة الواحد يعني عايز يقولها. طب لو هتكلم عن المساعدات، هل أونر وهي اللي بتتسلم المساعدات وتدخلها من مصر إلى قطاع غزة؟ يعني الأونر هو جزء من واحدة من هذه المؤسسات التي تتسلم المساعدات. هناك يعني تكون عدد من الشاحنات مخصصة لأونر، هناك مثلا شاحنات أخرى لمؤسسات أخرى سواء أممية أو مثلا الهلال الأحمر أو غيرها. بالتالي هناك يعني أكثر من مؤسسة تأخذ أو تستلم لنقل المساعدات، ومن ثم توزيعها بطريقة أو بأخرى. نحن نأخذ المساعدات أو نتسلمها من المعابر في الجنوب، نقوم ب يعني تدقيق البيانات المطلوبة، وبالتالي أخذ هذه المساعدات نقلها إلى مراكز التوزيع أو إلى المستودعات أو المخازن، ومن ثم توزيعها على النازحين إما في مراكز التوزيع نفسها أو في أيضا مراكز إيواء للنازحين في مناطق قطاع غزة، تحديدا مناطق الجنوب والوسط، لأنه حتى الآن لا يسمح لنا بدخول بشكل كامل وفعال إلى مناطق شمال قطاع غزة. أستاذة إيناس حمدان مدير مكتب الإعلام بالأونروا في غزة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذا الصباح. كده وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، فقرة الأخبار المتنوعة، ولكن لسه العديد من الفقرات في هذا الصباح، وبعد قليل زميلي عاصم أبو الغار وموجز أهم وآخر الأنباء. ابقوا معنا.